هذا وتمكنت قوات فرقة البحث والتحري بسيدي بلعباس من حجز 3000 قفازة طبية مسروقة من صيدلية المستشفى الجامعي عبد القادر حسني والقبض على 4 أشخاص متورطين في القضية. مواصلة المجهودات المبذولة على الصحة العامة، تمكنت قوات الشرطة بفرقة البحث والتحري والقبض على 4 أشخاص بعد تورطهم في سرقة قفازات طبية من مستشفى الجامعي عبد القادر الحسني. أطوال القضية تعود إلى استغلال فرقة البحث والتحري لمعلومات مفادها محاولة أفراد هذه العصابة سرقة مستلزمات طبية من صيدليات مركزية بالمستشفى الجامعي. على إثر ذلك تم إعداد خطة للإطاحة بهم، وبعد ترصد تحركاتهم تمكن أفراد الشرطة من إلقاء القبض عليهم في حال تلبس حاملين المسروقات، حيث تم حجز 3083 قفازة طبية. المصلحة أنجزت إجراء قضائي ضد السارقين.